انطلقت المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لاختيار الفرق الوطنية للعام 2021 في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية خلال الفترة القادمة. أكيد أي طالب أولمبياد سابق هيد التجربة هو الأفضل ليوجه الطلاب الجدد بهي التجربة. نحن كنا مع الطلاب من أول المراحل، مشينا معهم وجهناهم صح، كنا معهم بجلسات تدريبية سواء كجلسات فعلية أو عالنت، ساعدناهم بخبرتنا اللي استفدنا منها نحن من تجربة الأولمبياد، وهلا إن شاء الله على المركزي. أنا بما أني كوتش فعم حاول أنه خلي الطلاب أعطيهم تجربتي وخليهم يمشوا من بعدها، يعني ما خليهم يتعذبوا نفس أو يوقعوا بنفس الأشياء اللي أنا وقعت فيها لحتى أوصل لهذا المكان، عم أعطيهم تجربتي مشان يوصلوا لمناطق لسه أعلى وأعلى. التصفيات النهائية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع يشارك فيها 673 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتتضمن جولتين من الاختبارات وفق ما هو متبع في الاختبارات العالمية. شاركت اليوم بالأولمبياد العلمي بمادة الفيزياء باختصاص الفيزياء. الأجواء القاعة كانت كتير كتير حماسية، كتير فيها جو من المنافسة، جو هيك من الخوف، الهيبة الامتحان يعني تنفرض عليك إجباري يعني. كان يعني قدمنا منيح، الأسئلة كانت فيها هيك معايير يعني شوي كانت حلوة، الأفكار معظم النقاط لازم الواحد ينتبه عليها، كان صعب شوي، وفي كمان أسئلة كانت سهلة وفي متوسطة، طبعا في أسئلة بدها شغل بس بيطلع مع الواحد يعني في أفكاره وكذا. أنا اختصاص علم أحياء، هذا الامتحان كان يعني أول مرة بحس إنه عنجد كان امتحان صعب. كان الوقت كافي يعني قدرنا إنه نعيد الورق مرة تانية، يعني قدرنا انه نلحق نعيد الورق، وحتى انه كان فينا نطلع قبله بوقت، وكانت الاسئلة فيها صعوبة، يعني الاسئلة سهلة كلها بس كان في اسئلة فيها انه تساعد لحتى نقدر نجيب علامات. انا ضمن اختصاص الرياضيات شاركت فيها تاني مرة ضمن الاختبار المعياري. الاسئلة كانت انه غريبة نوعا ما بس كمان حلوة وملفتة للنظر، وحبيت كتير انه جرب فيها وحاول. الكيمياء بالمدرسة انه انت بتدرسي بس هيك مشان مثلا جمعي مجموع، هون بالاولمبياد انت مثلا بتدرسي كيمياء مشان تفهمي ايش عم بصير حواليك. يعني هلا نحن كتير بصير شغلات بيومنا انه شغلات بصير نحن متعودين عليها بس ما بنعرف تفسيرها، ممكن نحن اذا درسنا الكيمياء ممكن تفسر لنا اياها. يعني اختبار كان اجواءه كتير حلوة، وكتير حتى الاسئلة كانت غير العادة، غير إنه ماتت الماضية كتير كانت أحلى وفي تغير واضح، حتى الجو كان حلو، يعني صح 4 ساعات بس ما حسينا فيهم أبدا. هي خطوة متجددة نحو تأهيل طلاب متميزين يمتلكون مهارات خاصة في ترتيب الأولويات والتفكير خارج الصندوق والعمل الجماعي، ليكون أسلوبا وثقافة ترفع علم سوريا على منصات التتويج العلمية العالمية.